في آخر الأخبار الاقتصادية الموجزة، والبداية مشاهدينا عن رئاسة المفوضية الأوروبية. قال النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن القانون الأمريكي لخفض التضخم يحتوي على عناصر تمييزية يمكن أن تضر بالشركات الأوروبية. وأضاف المسؤول الأوروبي قبيل الاجتماع الثالث لمجلس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتجارة والتكنولوجيا أن القانون الأمريكي للحد من التضخم يضم عناصر تمييزية بشكل واضح من شأنها أن تضر بشركات الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة، كما يؤثر على القدرات التنافسية بشكل نزيه مع المنتجات الأمريكية في أسواق الدول الثالثة. ومشاهدينا، عن رئيس اتحاد المصارف الإيطالية، أعرب رئيس اتحاد المصارف الإيطالية أنطونيو باتويلي عن قلقه الشديد بشأن المستقبل القريب، مرجعا السبب إلى البيانات الخاصة بالإنتاج الصناعي في الآونة الأخيرة بمنطقة اليورو. وقال رئيس اتحاد المصارف خلال ندوة في فلورنسا أمس أن إيطاليا شهدت تفجرا في مختلف الأحداث خلال الربع الثالث من العام الجاري أدت إلى مواجهة الاقتصاد للعديد من التحديات الصعبة، وهو ما تشير إليه البيانات الاقتصادية الأخيرة. ومشاهدينا، عن البريكزيت، وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه خلافا على جبهتين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تهدئة المتشككين بالوحدة الأوروبية، مما يثار عن اتجاه المملكة المتحدة إلى عقد اتفاق على النمط السويسري مع بروكسل. كما حاول رئيس الحكومة البريطانية خلال خطابه لقادة الأعمال في برمنغهام أمس تخفيف التكهنات بإمكانية تبني صفقة مشابهة لخطة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا مي، مؤكدا على عدم صحتها بشكل قاطع. تعهد وزير المالية الياباني أمس بأن تبذل الحكومة أقصى جهدها للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة لتحقيق مستوى أعلى للنمو الاقتصادي، وذلك في ضوء مساعيه للحصول على موافقة البرلمان على ميزانية إضافية لتمويل حزمة اقتصادية. وقال الوزير في خطابه أمام البرلمان إن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة من التضخم المتسارع مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الأزمة في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الاستيراد إثر الانخفاض الحاد في قيمة الين، مشيرا إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. أكدت وسائل إعلام فرنسية أن صندوق النقد الدولي أوصى فرنسا بإيقاف سياسة دعم الأسر والشركات بسبب أزمة الطاقة واستبدالها بإجراءات دعم أكثر استهدافا دون الإضرار بالمالية العامة. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى فرنسا جيفري فرانكس خلال مؤتمر صحفي إن الإجراءات المطلوبة لا تعني إيقاف أي دعم للاقتصاد، ولكن ضرورة دعم الأسر والشركات بطريقة أكثر استهدافا دون الإضرار بالمالية العامة بحسب قوله. مشاهدينا، وإلى أسواق العملات العربية والأجنبية في مصر، حيث سجل سعر شراء الدولار
24 جنيها و47 قرشا، وسعر البيع سجل 24 دولار و54 قرشا. أما عن سعر اليورو الأوروبي سجل في الشراء 25 جنيها و3 قروش، وفي البيع سجل 25 جنيها و12 قرشا. أما عن سعر شراء الجنيه الاسترليني سجل في الشراء 28 جنيها و87 قرشا، وسعر البيع سجل 28 جنيها و97 قرشا. أما عن اليوان الصيني سجل في الشراء 3 جنيهات و41 قرشا، وفي البيع سجل 3 جنيهات و42 قرشا. أما عن الريال السعودي سجل في الشراء 6 جنيهات و50 قرشا، وسعر البيع سجل 6 جنيهات و53 قرشا. أما عن الدرهم الإماراتي سجل في الشراء 6 جنيهات و66 قرشا، وفي البيع سجل 6 جنيهات و68 قرشا. أما عن أسواق الذهب في مصر، حيث سجلت الأسعار زيادات كبيرة أمس الاثنين، وكانت كالتالي: عيار 21 سجل 1300 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 1486 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 1300 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 1114 جنيها. أما عن الجنيه الذهب سجل 10400 جنيه. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه النشرة الاقتصادية، والآن عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات في هذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو أمل وباسم، تفضلا.